مشهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وأخرج الإمام مسلم هذا الحديث من عدة طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه ببعض المغايرة في اللفظ. مولاي، لهذا الحديث الشريف شأن متميز بين أحاديث الأحكام الشرعية، حيث اعتبر أصلا من أصولها الكلية، وبين أحاديث الصحيحين بصفة خاصة، حيث لابس إسناده قواعد شريفة من أصول الصناعة الحديثية. وإذا كان الغرض من استخدام تلك القواعد هو تمييز ما يقبل مما يرد من الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الآحاد، أو الترجيح بين ما يبدو متعارضا من الحديث المقبول عند التعارض وعدم إمكان الجمع، فإن أحاديث الصحيحين المسندة وقع الإجماع من نقاد الأمة على قبولها، وعد ما اتفق عليه أعلى مراتب الصحيح، فلا مجال للبحث فيها من هذه الناحية، ولا من ناحية ترجيح ما اتفق عليه على غيره، غير أن مجال البحث فيها يبقى واسعا من جهة أخرى، وهي سبر مقاييس الشيخين في الأسانيد والرجال، والاستفادة من صنيعهما في انتقاء ما أخرجاه من الحديث للاهتداء به في التعامل مع ما لم يخرجاه، حيث لم يستوعب الحديث الصحيح كله كما صرح بذلك، فضلا عن بقية المقبول الذي يعمل به إلى جانب الصحيح في الأحكام، وهو الحديث الحسن. على أن الصحيحين يعتبران مدرسة تطبيقية فيما يرجع إلى استخدام قواعد علوم الحديث، منها تخرج أعلام هذا الشأن منذ وقتهما إلى الآن. ويلاحظ بادئ ذي بدء بالنسبة إلى حديثنا هذا أن الإمام البخاري أورده في موضع واحد من صحيحه، ولم يكرره في موضع آخر، أورده في آخر باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ولم يكرره في موضع آخر. وهذا يدل على أن ما عرف من تكرير البخاري للأحاديث في أكثر من موضع إنما هو لما ينشده فيه من فائدة، وليس لمجرد التكرار، كأن يستنبط من متن الحديث حكما يناسب الباب الذي كرره فيه. فإن كان ذلك المكرر بسند مغاير للسند الأول، وهو غالب في عمله فيما يكرره، كان ذلك الحديث حديثا آخر غير الأول، لأن الحديث الواحد بسندين مختلفين يعد عندهم حديثين لا حديثا واحدا. وتعديد الأسانيد لحديث ما هو هدف في حد ذاته، وكأن يأتي في المكرر بزيادة تفيد حكما ليس في الحديث الأول، والزيادة بهذا القيد تعتبر حديثا مستقلا، ويحكمون عليها بحكم منفرد من حيث القبول أو الرد، فقد يقبلون الحديث ويردون الزيادة، ويقبلونها إن كانت من ثقة، والقاعدة عندهم أن زيادة الثقة مقبولة بشروطها. وبمقتضى هذه القاعدة قبلوا زيادة الإمام مالك لفظة من المسلمين في حديث نافع عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان،
صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين، إذ لم يروي هذه الزيادة عن نافع من أصحابه من هو في درجة الإمام مالك. وفرع العلماء على هذه الزيادة عدة أحكام لا تستفاد من الحديث بدونها، وبمقتضاها ناقش الجمهور من أوجب زكاة الفطر على غير المسلم في بعض الصور، وخصصوا بها عموم هذا الحديث بدونها وعموم حديث مسلم ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. ويكرر الحديث أيضا لفائدة في إسناده من حيث تقويته ورفع ما يتوهم في الإسناد الأول من علة أو عدم سماع مدلس إلى غير ذلك من الفوائد التي يكرر لأجلها الحديث. فقول القائل في المفاضلة بين الصحيحين قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى، لا يعدو أن يكون حجة شعرية لا تستند على واقع علمي، لأن ما لا يرى فائدة في تكراره كحديث لا يذكره إلا مرة واحدة كحديثنا هذا وأحاديث كثيرة غيره. وقد رواه عن الإمام مالك، وقد روى البخاري هذا الحديث عن الإمام مالك بوساطة إسماعيل بن أبي أويس المتوفى سنة 26 و200، وهو ابن عم للإمام مالك، إذ والده أبو أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، والإمام مالك هو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، ثم هو ابن أخته وزوج ابنته فاطمة. وقد أكثر إسماعيل من رواية الحديث والمسائل الفقهية عن خاله الإمام مالك، إلا أن الفقهاء كعادتهم رجحوا رواية ابن القاسم على روايته، لأن ابن القاسم مكانة خاصة عند الفقهاء، حتى إنهم رجحوا روايته على سائر أصحاب مالك الثقات كابن وهب وغيره. وأما في الحديث فقد اختلف النقاد في إسماعيل، فوثقه الكثير وضعفه البعض، وتحاماه النسائي فلم يخرج عنه، وأخرج له مسلم على قلة، إلا أن الإمام البخاري احتج به فيما رواه عن الإمام مالك من أحاديث موطأ ومن غيرها. ويمكن أن يقال بالنسبة إلى أحاديث الموطأ، إنما في كتب السنة منها لا إشكال في ثبوته عن الإمام ثبوتا قطعيا، لأن الموطأ تواتر نسبته إلى الإمام مالك، حيث رواه عنه أكثر من 1000 شخص في مختلف الجهات والأصقاع، وما تحقق فيه شروط التواتر لا يبحث في نقلته، وإنما اختار أصحاب الأصول المسندة الرواة الذين يسندون من طريقهم حديث الموطأ لاعتبارات خاصة أو لاعتبارات فنية بأصح تعبير، كعلو الإسناد أو طول ملازمة للإمام أو سماع من لفظه، لأن الإمام كان لا يسمع من لفظه كما سيأتي قريبا، وليس لأجل الثبوت. وهكذا اختار الإمام أحمد بن حنبل أكثر من رواية الموطأ عن عبد الرحمن بن مهدي، وأكثر الإمام البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي ومحمد بن مسلم القعنبي وإسماعيل بن أبي أويس، وأكثر الإمام مسلم من رواية الموطأ عن يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري وأبو داود عن القعنبي وهكذا. وأما أحاديث الإمام خارج الموطأ وهي المعروفة بغرائب مالك، ففيها الصحيح والحسن والضعيف بحسب الرواة عن الإمام، ولذلك أوجب العلماء إعمال النظر فيها للكشف عن أولئك الرواة. وقد جمع الدارقطني تلك الأحاديث في كتاب غرائب مالك، وجمع الخطيب أكثر تلك الأحاديث في كتاب الرواة عن مالك، واشتغل به عدد من الحفاظ في المشرق والمغرب. ومن تلك الأحاديث حديثنا هذا، فلا يوجد في الموطأ، غير أن البخاري أخذ بعين الاعتبار كلام بعض النقاد في إسماعيل، فسلك إزاء حديثه مسلكين،
المسلك الأول أنه لم يخرج من حديثه إلا ما توفرت فيه شرائط معينة اشتهر البخاري بتلمسها في أحاديث شيوخه، حيث نص الحفاظ على أنه إن كان في بعض رجال البخاري من لم يسلم من غوائل الجرح فأغلب أولئك من شيوخه المباشرين، وهو بحاسته النقدية يعرف دخائل حديث يعرف دخائل شيوخه حيث لازمهم وعرف أحوالهم كإسماعيل بن أبي أويس، فإنه كانت بينه وبين البخاري مداخلة وألفة، وصح أن البخاري طلب منه أن يطلعه على أصول أسمعته وأن يعلم له على ما يختار منها، فاختار البخاري منها ما يوافق شرطه وأعرض عن غيره. ومن ثم قيل إن ما في الصحيح من حديث إسماعيل هو أصحه على الإطلاق. واختيار البخاري من أصول إسماعيل ما وضعه في صحيحه هو الذي يحدد لنا السبب في التزامه صيغة حدثاني فيما يؤديه عن مالك، بينما أغلب تلامذة الإمام يؤدون حديثه بصيغ أخرى كأخبرنا مالك أو قرأت على مالك أو عن مالك، وذلك لأن المعروفة من دأب الإمام مالك أنه كان لا يحدث من لفظه، بل كان تلامذته يتناسخون حديثه ثم يعرضونه عليه. قال مطرف: صحبت مالكا 17 سنة فما رأيته قرأ الموطأ على أحد، بل كانوا يقرؤون عليه. وكان مذهبه التسوية بين صياغ الأداء في التحمل، فيجيز مثلا كغالب الأئمة المتقدمين يجيزون الأداء بحدثنا وأخبرنا عن كل من السماع ومن القراءة، وهذا مذهب الإمام مالك ومذهب البخاري أيضا، إلا أن مذهب البخاري هذا كان هو رأيه وليس صانعه، صانع البخاري مغاير لهذا. أما الإمام مالك فكان مذهبه التسوية بين العرض والسماع، إلا أن الاصطلاح استقر بعده على التمييز بين الصيغ، فيؤدون بين تلامذته وأقرانه كانوا يميزون بين الصيغ، فيؤدون بسمعت وحدثنا وقال لنا وذكر لنا عن السماع من لفظ الشيخ، ويؤدون بقرأت على فلان وقرئ على فلان وأخبرنا فلان عن العرض عن الشيخ. قال ابن الصلاح: التفريق بينهما أي بين العرض والسماع صار هو الغالب الشائع على أهل الحديث، يعني أنه ليس شيئا واجبا ولكنه شيء تواضعوا عليه. وكان معن بن عيسى من ثقات أصحاب مالك، وهو الذي قرأ الموطأ عليه للرشيد وابنه الأمين والمأمون، يقول في بعض الأحيان: حدثني مالك. فقيل له: كيف تقول هذا وإنما كان يقرأ عليه، وحدثني لا تقال إلا فيما سمع عليه. فأجاب بالحيلة التي كان يسمع بها من الإمام مالك، قال: كنت أستخرج الحديث في رقاع منه ثم أعرضه عليه وأقول له: يا أبا عبد الله اقرأ بهذا الحديث، كأنه لم يعرف كيف يقرأه فيقرأه. قال: ثم أتركه أياما وأجيئه بأخرى. وهكذا سمع من الإمام مالك ما كان يؤديه بحدثني كما لاحظت في بعض أحاديثه عند مسلم، حتى قيل إنه سمع منه نصف الموطأ بهذا الأسلوب. والتفريق بين الصياغ هو الذي كان سائدا بالمغرب أيضا، فقول الحافظ بن حجر إن المغاربة استمروا على عدم التفريق غير ظاهر لأدلة كثيرة يمكن الاكتفاء منها الآن بأن هذا أقدم كتاب حديث مغربي موجود الآن، وهو رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي البربري الأصل للموطأ، يقول فيه ويؤديه عنه ولده عبيد الله بقوله: حدثني يحيى عن مالك، فما سمعه من أبيه يقول فيه حدثني، وما قرئ على مالك وأبوه أسمع يسمع يقول فيه عن، وعن تحتمل أنواع التحمل كلها، ويخصصها بالعرض هنا عادة الإمام الغالبة على مجالسه الحديثية، وهي العرض عليه دون القراءة من لفظه. ومهما قيل في المفاضلة بين العرض والسماع، فقد قال القاضي عياض عن السماع من لفظ الشيخ إنه أرفع درجات الرواية عند الأكثرين. ومقولة إن الإمام مالك كان لا يحدث من لفظه لا ينبغي أن تؤخذ على إطلاقها، فقد سمع منه ابن وهب الكثير كما سمع منه غيره. وما يقال عن مجالس الإملاء العامة
لا ينطبق عندهم على المجالس الخاصة. فهذا البخاري كان يفرق بين ما سمعه في مجلس الإملاء العام فيقول فيه حدثنا، وما سمعه من شيوخه مذاكرة فيقول فيه قال لنا وذكر لنا. ولا شك أن البخاري يختار من أصول إسماعيل ما هو أرفع درجات الرواية، وهو ما سمعه من لفظ خاله ونسيبه، وليكن ذلك في مجلس خاص. ولذلك كان يؤديه بحدثني، المفيد بحسب المتعارف عندهم أنه سمعه منه وحده. المسلك الثاني أن البخاري رغم كل هذه الاحتياط لم يخرج لإسماعيل ممن فرد به، ولم يشارك فيه غيره سوى حديثين، والباقي مما توبع عليه. وقد تابعه في رواية هذا الحديث عن الإمام مالك سبعة من الرواة، فيهم من شيوخ البخاري عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي، وفيهم محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. وتابع أبا الزناد عبد الله بن دكوان عن أبو الزناد عن الأعرج في رواية هذا الحديث. تابع الإمام مالك عن أبي الزناد عبد الله بن دكوان المدني الفقيه الثبت المتوفى سنة 130 و100 أربعة من الرواة. قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة يعني الحزامي حا، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يزيد، حدثنا محمد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. يزيد هو ابن هارون أحد الأئمة المجمع عليهم، ومحمد هو ابن إسحاق إمام السيرة المشهور. ولم يذكر الحافظ ابن حجر متابعة ابن إسحاق هذه، لكن ذكر متابعة ورقاء ابن عمر عند أبي عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم. وتابع عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج الإمام أحد التابعين المتوفى سنة 1700 عن أبي هريرة ثمانية أنفس، منهم سعيد بن المسيب، ومنهم همام بن منبه. ولرواية سعيد بن المسيب وهمام بن منبه عن أبي هريرة شأن كما سيأتي قريبا. وأبو هريرة هو حافظ الصحابة على الإطلاق، وقد اختلف في اسمه واسم أبيه على أكثر من 20 قولا في الجاهلية والإسلام، حتى قال الحافظ بن عبد البر إنه توقف في اسمه. ولا غربة في هذا، لأن كنيته غلبت على اسمه، وكثير من الرواة تغلب كناهم على اسمهم فتضيع أسماؤهم أو يختلف فيها. أسلم عام خيبر سنة 7، وتوفي سنة 58، صلى على عائشة رضي الله عنها، ثم مات بعدها بمدة. ويعتبر حفظه للحديث عالما من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ في أحاديث كثيرة، وكان الصحابة يعترفون له بهذا ويحيلون عليه، وقال ناسك هذه الأمة عبد الله بن عمر، أبو هريرة خير مني وأعلم. وتكلم فيه بعض المعاصرين ممن ينتمي إلى أهل السنة، إلا أن كلامهم لم يؤثر عند أهل العلم شيئا لأسباب متعددة، أهمها أنهم أخذوا كلامهم حرفيا عن المستشرقين، والمستشرقون أخذوا كلامهم عن الشيعة الروافض، والشيعة الروافض لم يتكلموا في أبي هريرة وحده، بل طعنوا في معظم الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة، ولمزوا كل صحابي من الناحية التي يتميز ويمتاز بها. ولما كان أبو هريرة يمتاز برواية الحديث فقد حاولوا طعنه من هذه الناحية. ورائد الروافض في كلامهم في الصحابة هو الكذب والاختلاق. قال الحافظ الذهبي وهو من أهل الاستقراء التاريخي التام، وهو يقسم البدع ثم بدعة كبرى، وهي الرفض والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر والدعوة إلى ذلك، فهذا الصنف لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا يقول: فما أستحضر من هذا الضر رجولا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فهل يقبل قول من هذا حاله؟ حاشا وكلا.
هكذا يقول الحافظ الذهبي عن الروافد الذين يطعنون في الصحابة والذين أخذ عنهم المستشرقون هذه الفرية. فالأخذ بالجزء الخاص بأبي هريرة وترك ما عداه يدل على أن هؤلاء وقعوا في شرك المستشرقين بسهولة ويسر وعدم إدراك. الناحية الثانية أنهم خرقوا إجماع أهل السنة في عدالة الصحابة، وهم ليسوا مؤهلين لذلك ولا لخرق الإجماع. وقد قال سبحانه وتعالى في حق من خرق إجماع الأمة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء اتبعوا سبيل المستشرقين والروافد ولم يتبعوا سبيل المؤمنين. وقد قام عدد من العلماء للدفاع عن أبي هريرة وبينوا زيف حجج الطاعنين فيه بالأدلة والبراهين الساطعة وجزاهم الله خيرا. ثم أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة أيضا ترمذي والنسائي وابن ماجه، كما أن له شاهدا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي، ومن حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي، ومن حديث ابن عباس عند النسائي والحاكم في المستدرك والطبري. فاتفق لهذا الحديث من مستلزمات الثبوت ما ارتقى به عن إفادة الظن إلى إفادة العلم، ذلكم أن جمهور العلماء على أن خبر الواحد وإن كان صحيحا وتعددت طرقه لا يفيد إلا الظن ما لم يتواتر. وخالف الجمهور جماعة من العلماء في مقدمتهم ابن حزم الحافظ المغربي الكبير أبو الحسن بن القطان الفاسي، فقالوا بإفادة الأحادي الصحيح للعلم، إلا أن قسما كبيرا من الجمهور فصلوا فقالوا إن خبر الواحد وإن كان في أصله لا يفيد إلا الظن، إلا أنه تحتف به قرائن فتجعله يفيد العلم النظري. ومن ذلك القرائن اتفاق الشيخين على الحديث والمسلسل بالأئمة الحفاظ مع متابعة الثقة وإن لم يكن في الصحيحين، والمشهور إذا تعددت طرقه وبانت مخارجه وسلم من ضعف الرواة ومن العلل، وقد فرع عليه الحنفية ما فرعوا على المتواتر من أحكام. وحديثنا هذا قد اجتمعت فيه هذه العوامل الثلاثة مجتمعة. أما العامل الأول وهو اتفاق الشيخين عليه فهذا واضح، والعامل الثاني الحفاظ هو الذي قيل في إسناده إنه أصح الذي روي بإسناد قيل فيه إنه أصح الأسانيد، إما مطلقا كمالك عن نافع عن ابن عمر وهي المعبر عنها بسلسلة الذهب، قال أحد الحفاظ أبي زرعة الرازي: يا أبا زرعة ليس ذا زعزع عن زوبعة، إنما ترفع السطور فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، مالك عن نافع عن ابن عمر. وإما بالنسبة إلى بلد كأصح أسانيد المكيين وأصح أسانيد الشاميين وأصح أسانيد اليمنيين وهكذا، وإما بالنسبة إلى صحابي كأصح أسانيد أبي هريرة وأصح أسانيد ابن عمر وأصح أسانيد أبي بكر إلى آخره. وحديثنا هذا قد روي بثلاثة من هذه الأسانيد، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وقال البخاري إنه أصح أسانيد أبي هريرة، وتقدم لنا رواية همام بن منبه حيث رواه عنه معمر عن همام بن منبه عند مسلم وعند الإمام أحمد، وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند مسلم. فهذا الحديث روي بثلاثة أسانيد من الأسانيد التي قيل فيها إنه أصح الأسانيد، ولا توجد متابعة أفضل من هذه. وأما العامل الثالث فالمشهور هو الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاثة من الصحابة واتصل الإسناد إليهم. وقد تقدم أن أصل هذا الحديث رواه بالإضافة إلى لفظ أبي هريرة علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما. ثم إن لورود هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سببا بينته رواية الإمام مسلم من طريق محمد بن زياد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. في رواية مسلم ذروني، وفي رواية البخاري دعوني، وقد قال النحاة إن دع وذر بمعنى ترك أميت منهما الفعل الماضي والمصدر واسم الفاعل، ولذلك غاير النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوني أو ذروني ما تركتكم، ولم يقل ما ودعتكم ولا وذرتكم،
لأنه أميت منهما. لكن قال حافظ العلماء كالقاضي عياض والنووي وغيرهما لا يجوز القول بالإماتة بل يقال بقلة الاستعمال، لأنه جاء في الحديث الصحيح إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه، وهذا في الماضي. وفي صحيح مسلم لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، وهذا في المصدر. وورد في قراءة صحيحة وإن لم تكن سبعية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قال بالتخفيف. وقد عقب البخاري هذا الحديث، ذكر الحافظ ابن حجر عزا إلى الدارقطني زيادة في هذا الحديث، وهي قول أبي هريرة ثم نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وهذه الزيادة موجودة في صحيح ابن حبان فالعزو إليه كان أولى. وقد عقب الإمام البخاري هذا الحديث بباب يناسبه، وهو باب ما يكره من تكلف ما لا يعنيه ومن كثرة السؤال، وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وأتى فيه بأحاديث تفيد مع حديثنا هذا ومع الآية نهي الصحابة رضي الله عنهم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عن الإكثار من الأسئلة خوف أن يقع في جوابها ما يشق على المسلمين فيصعب عليهم الامتثال ويقع في المحظور. وقد كان سبب هلك الأمم السابقة كثرة الأسئلة وطلب الشروح والتفاصيل لما أنزل عليهم، فصعب عليهم الامتثال وجرهم ذلك إلى الاختلاف على أنبيائهم فساءت عاقبتهم، كالملأ من بني إسرائيل الذين سألوا ملكا يقاتلون معه ثم خالفوا أمره، والذين ذكر الله تعالى قصتهم في القرآن بقوله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، وكما وقع لهم من قبل إذ أمروا أن يذبحوا البقرة فلو ذبحوا أي بقرة لكفتهم وحصل الامتثال، ولكنهم أمعنوا في الاستفسار عن شكلها ولونها ونوعها فتعددت الأجوبة الواصفة وقل الموصوف فعظم الامتحان، ولذلك قال تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، مع أن مقتضى الطلب هو حصول الامتثال، وصيغة فعل المعبرة عن الطلب لا تقتضي بوضعها تقييدا ولا تكرارا، فيحصل الامتثال بالمرة كما في الحج، ويحصل بأقل ما يصدق عليه المطلوب كما في الأمر بذبح البقرة. والتكرار في الصلاة أو الزكاة مثلا لم يستفد من الأمر من صيغة الأمر بهما، بل استفيد من دليل خارج، فخاف صلى الله عليه وآله وسلم على أمته الإعنات من كثرة الأسئلة شفقة عليها، وهو الذي وصفه الله بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لأنه إن سئل باعتباره مشرعا كان جوابه بالحظر أو الإيجاب حكما شرعيا ملزما، لأن كلامه من هذه الحيثية ليس ككلام غيره، ولذلك قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو حديث متواتر. وكثرة أسئلته تستدعي إجاباته، وإجابته تكون تشريعا، والتشريع وكثرة التشريعات مدعاة لعدم الامتثال، وذلك ما لا يريده صلى الله عليه وسلم لأمته، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن ظاهرة السؤال حب الاستطلاع واستكشاف المغيب، ظاهرة السؤال واستكشاف المغيب وحب الاستطلاع هي غريزة متأصلة في طباع البشر، وقد أوشكت تلك الغريزة أن تنطلق من عقالها بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل عما ليس له شاهد في عالم الحس، وسئل عن مدة هذه الساعة، عن مدة هذه الأمة، وعن الساعة، وسئل عن الروح، وسئل عن أشياء لا علاقة لها بالدين والتشريع وإقامة التوحيد، حتى سأل الرجل تضل ناقته أين ناقتي، وسأل الرجل يشك في نسبه من أبي. وفي صحيح مسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، أي ألحوا عليه. وفي صحيح البخاري أكثروا عليه المسألة حتى غضب، فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فسكت صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك. ومعلوم أن
الاستجابة الكاملة لهذه الغريزة تفضي إلى الانسياق وراء الحقيقة على حساب الوقوف مع حدود الشريعة، فتختل بذلك موازين الشرع وتصبح ظواهره رسوما لا حقيقة لها، كما حدث لبعض الفرق التي أغرقت في البحث عن الحقيقة فضلت عن العمل بالشريعة، مع أن العمل بالشريعة والوقوف مع حدودها هو مفتاح باب كل شيء، وما وصل من وصل إلا به ومنه، كما قرر كبار العارفين. وقد عالج صلى الله عليه وسلم هذه الظاهرة بحكم وتوجيهات نبوية، منها حمل أولا حمل الصحابة المقيمين معه بالمدينة على أن لا يسألوا إلا على ما تدعو إليه ضرورة العمل من فهم النصوص أو العمل أو من فهم ما لم يفهمه من النصوص لأجل العمل، كسؤال من سأل عن الخيط الأبيض عن معنى قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فبين له صلى الله عليه وسلم أنه سواد الليل من بياض النهار، وكقولهم إنا ملاق العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب، قال ما أنهار الدم وذكر اسم الله فكلوا ليس السن والظفر، وحرم ما عدا ذلك من الأسئلة التي لا تعني في دين ولا دنيا، وقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا هو مراد أنس بن مالك بقوله رضي الله عنه كما في البخاري كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل الغافل في روايتنا العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع، وعلى هذا حملت الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. ومع أن السؤال كان ممنوعا في زمن النبوة ونزول الوحي لأنه الذي تقع المساءة في جوابه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، فإن العلماء استمروا على كراهة الاستفسار عن الأشياء المباحة والبحث عن أصلها ومادتها ومصدرها والتفريق بين المتماثلات بفروق ليس لها أثر في الشرع، حتى يدعو ذلك إلى الوسوسة والحرج، وعدوا ذلك تنطعا في الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. وسئل ابن عمر رضي الله عنه عن أشياء من هذا القبيل فقال ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته ولا أسأل عنه. ثانيا بالنسبة إلى السؤال المستثنى من المنع وهو السؤال عن ضرورة الدين الذي هو قد يكون واجبا لأنه من مشمول قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر وقوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكل صلى الله عليه وسلم إلى ضمير السائل وإحساسه بالمسؤولية العامة صياغة نوع السؤال وكيفيته، وبين أن أعظم جريمة ترتكب في حق المسلمين أن يحرم عليهم مباح نتيجة سؤال شخصي، فقال في الحديث الذي صدر به الباب الذي بعد هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، وهذا مظهر من مظاهر تربيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه وإشعارهم بأنهم بصحبتهم إياه يمتازون بأن أحكام الشرع تنزل حسب تصرفاتهم ووفق ما يحدث لهم، وفي ذلك إشارة إلى فضلهم. ثالثا فقرة هذا الحديث الأخيرة وهي قوله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ويمكن اغتنام ما بقي من الوقت باقتطاف بعض فقراتها أو مقتضياتها الكثيرة والكثيرة جدا في المسائل التالية. المسألة الأولى قال العلماء في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إنه يجب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين أمور للمسلمين ما يحتاجون إليه من أمور دينهم فورا ابتداء أي بدون سؤال منهم. وعن هذا أخذ الأصوليون قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإذا كان كذلك فالسؤال عما سكت عنه الشارع هو تقدم بين يدي الله ورسوله، وقد يظن أن في المسكوت عنه تقصيرا أو نسيانا،
مع أن القاعدة أن المسكوت عنه من الشارع هو إبقاء له على استصحاب البراءة الأصلية، لأن الأصل في الأشياء هو الإباحة، وإذا كان لا حكم قبل ورود الشرع فكل مسكوت عنه هو داخل في دائرة المباح. ومن مقاصد الشارع توسيع تلك الدائرة وعدم التضييق بتكليفها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. وفي حديث آخر: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ولم يحرم على الأمة إلا ما هو خبيث ضار مستقذر، ولم يحرم وأباح لها سائر الطيبات بدون استثناء. ولئن كان العقاب بتحريم المباح جائزا في الشرائع السابقة كما في قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فقد أكرم الله هذه الأمة بأن أباح لها جميع الطيبات بدون استثناء. فقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولهذا لم يأخذ العلماء في هذه المسألة الدقيقة الحرجة إلا بالنصوص الصريحة الثابتة. وهذا معنى قول أئمة الحديث: إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في فضائل الأعمال تساهلنا. وكان كبار الأئمة كمالك وغيره لا يقولون فيما أدى إليهم اجتهادهم هذا حلال وهذا حرام، بل يقولون: يعجبني ولا يعجبني، وأكره كذا ولا أراه، تورعا عن أن يشملهم قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية لعدي بن أبي حاتم بأنهم يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وعلى هذا فليس لأحد حكم بتحليل أو تحريم إلا من جهة تطبيق الكليات على الجزئيات وإلحاق الفروع بالأصول حسب قواعد الاجتهاد المقررة، فذلك أيضا من البيان، لأن الله تعالى أمر به بقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتهد من الصحابة. المسألة الثانية أنه بدل السؤال عما لم يقع وتوليد الفروع البعيدة والاشتغال بالأغلوطات وهي شداد المسائل كما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، وتعقيد أمور الدين المبسطة والملائمة لكل الفطر البشرية، يجب فقط الامتثال لما هو موجود بالفعل، وذلك باجتناب المنهي عنه اجتنابا كليا حتما في الحرام وندبا في المكروه، وإتيان المأمور به على قدر الاستطاعة. فذاك مراد الشارع ليس غير، وفيه وحده سعادة المكلف الدنيوية والأخروية. أما اجتناب المنهي عنه اجتنابا كليا فإن النهي إذا لم تصحبه قرينة تصرفه عن حقيقته وهي التحريم هو الأمر بالكف عن الفعل. فإذا أمر الشارع بالكف عن فعل ما وجب الكف فورا عن سائر أجزائه، واعتبار المناهي كلها على درجة واحدة في التحريم، وذلك معنى قولهم: النهي عام في المناهي الشرعية، وليس في ذلك تكليف بما لا يطاق ولا فيه حرج على المكلف، لأن الكف عن الفعل وعدم الإقدام عليه هو استصحاب لحال عدمه، وفي مقدور كل واحد ألا يفعل ما نهي عنه. ولذلك لم يعلق الشارع النهي على الاستطاعة كما علق عليه فعل المأمور، علقها على الاستطاعة، إلا ويستثنى من النهي حالة الإكراه والضرورة المعتبرتين شرعا. فإن المكلف في حال الإقدام على ما أكره على فعله أو اضطر إليه لا يكون مخاطبا بالنهي،
لأن الله تعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأما إتيان المأمور على قدر الاستطاعة فإن فعل المأمور هو إخراجه من العدم إلى الوجود، وذلك يتوقف على شرائط وأسباب كالقدرة على الفعل وإمكان فعله، وذلك قد ولذلك فقد يستطيع المكلف أن يفعل وقد لا يستطيع أن يفعل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما لا يستطيعه لا يخاطبه الله به. وفي هذا قالوا: العجز عن المقدور، المسقوط لا يسقط، الميسور لا يسقط بالمعصور. وفي هذه القاعدة تدخل كثير من الأحكام كالصلاة لمن عجز عن ركن منها أو شرط، والوضوء وستر العورة وإخراج بعض زكاة الفطر، إلا إن قيد المأمور بقيد أو وصف فلا يصدق الامتثال إلا بالإتيان به بجميع قيوده وأوصافه، وأن ذاك يسقط به التكليف به في حال العجز وعدم القدرة. هذا بالنسبة إلى الواجب. وأما المندوب فقد قال الإمام النووي في الأذكار رحمه الله تعالى في الأذكار: ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله، ولا ينبغي أن يتركه مطلقا، بل يأتي بما تيسر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لكل حال هناك في الحديث مازال هناك فوائد كثيرة، ومازال هناك ما يستخرج منه، ويمكن الاكتفاء بهذا القدر، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. اللهم إنا نسألك بحق ما تلي في هذا المجلس المبارك من كتابك ومن حديث نبيك أن تحفظ بعنايتك وتكلأ بعين رعايتك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين. اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين والعلم والعلماء خير الجزاء وأوفاه، وآنله اللهم ثواب الصديقين، وأعطه وآنله يا ربي ما يحب وما يرضى وما يطمح إليه، واحفظه اللهم في ولي عهده الأمير الأمجد سيدي محمد وصنوه السعيد الأمير المولى الرشيد.